مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم. وهذه فتره ثانيه من برنامج اليوم المؤشر، نتابع فيه معكم ختام تداولات بدايه هذا الاسبوع، وايضا هذه الجلسه الايجابيه على مستوى المؤشرات، لكن الضعف في السيوله يعني عرق الكثير من الشركات لمواصله ارتفاعاتها واللي كانت مرتفعه في الاسبوع الماضي. اذا بدايه اسبوع موفقه وايضا جيده لكثير من المتداولين، ونتابع ان شاء الله تفاصيلها اكثر وبصورة أوضح من الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت. حياك الله عايد. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. فعلا رائد، جلسة إيجابية خضراء بكل المقاييس، ولكن يعيبها السيولة. السيولة اللي بدأت ضعيفة من بداية الجلسة حتى هذه اللحظة حوالي 16 مليون، السوق الرئيسي مع السوق الأول تقريبا متساويين في السيولة. نشاط واضح الوطني قاد تداولات في السوق الأول، قاد كذلك أكثر من شركة قيادية، بيتك كذلك اليوم بنشاط واضح، لكن ما زالت الكمية المتداولة أقل من الكمية المعتادة بالنسبة للسوق الأول، لذلك انخفضت القيمة بصورة واضحة. مشاهدينا الكرام، احنا سجلنا الأسبوع الماضي حوالي 26 مليون و50 مليون، قاعد أتكلم عن 16 مليون، يعني هناك فرق واضح مشاهدينا الكرام حوالي 10 مليون عن جلسة الخميس الماضي. السوق الرئيسي اليوم يتفوق على نفسه بصوره كبيره جدا بالنسبه للكميه المتداوله، وخاصه على بعض الشركات اللي ما تحركت الفتره الماضيه قاعد تتحرك في هذه الجلسه، لذلك احنا قاعد نقول اللي ما تحرك سهمه راح يتحرك، واليوم دليل واضح مشاهدينا الكرام ان هناك تحرك لشركات كانت خامله في السابق، اليوم لا، فيها تحركات جدا ايجابيه وبكميات جدا ممتازه، لذلك لاحظنا ارتفاعات قياسيه لهذه الشركات مما رفع سيوله السوق الرئيسي. نذهب مباشرة للمؤشرات ومن ثم نبدأ الحديث عن السوق الأول مشاهدينا الكرام والسوق الرئيسي، ولكن البداية مع المؤشرات، مؤشرات سوق الكويت الأوراق المالية في بداية جلسات الأسبوع، حيث ألاحظ في هذه اللحظات 17 نقطة و17 أعشار نقطة للسوق العام، 5803 بكمية تداول 100 وتقريبا 150 مليون سهم، هذه الكمية تمت بالخير 5353 وبقيم 16 مليون و120، نصيب السوق الرئيسي 7 مليون 750 اللي ارتفع في هذه اللحظات بثلاث نقاط، وكذلك نلاحظ السوق الأول مرتفع 24 نقطة و17 نقطة 6338 وابتعد كثيرا عن مستوى 6000 و30 بكمية تداول 19 مليون و600 وبقيم 8 مليون و380، ولكن أين تكمن القوة؟ تكمن القوة في الوطني في هذه اللحظات، لذلك ألاحظ الوطني أنا قاعد أتكلم عنه مشاهدين الكرام يطلب بالحد الأعلى دينار 76 103000 معروض 982 68000، يعني راح يكون هناك ارتفاع الوطني وراح يقفل على 983 حتى هذه اللحظة، وباجي دقيقة تقريبا وشوي، خلينا نشوف الحين راح ندش الدقيقة 37، هاي 37 باجي دقيقة بالكامل. الخليج المتراجع في هذه الجلسة بعد سلسلة من الارتفاعات الجيدة للخليج، والدولي اليوم يعاود الصعود الإيجابي في هذه الجلسة، وحاليا قاعد أشوف لون أخضر للدولي 2 مليون و370، برقان في المنطقة الحمراء بعد صعود واضح الفترة الأخيرة، بيتك كذلك بوضعية جدا إيجابية مشاهدين الكرام 691 وبكم تداول 2 مليون و200، وكذلك لبوبيان اليوم مرتفع 564، فيما تراجع المشاريع اللي ما استفادت من السوق في الكامل اليوم قاعد تتراجع المشاريع، لكن راح تقفل على استقرار حتى هذه اللحظة. وكذلك ألاحظ مشاهدين الكرام المباني اليوم على ارتفاعات قياسية، والمباني 834، يعني قبل أسبوع قاعد نشوفها 750، اليوم قاعد أتكلم عن 834 المباني. بوبيان بتكومايت على تراجع، جلتي على تراجع، زين في المنطقة الخضراء، وكذلك هيومن سوفت، وكذلك جي اف اتش المرتفع في هذه الجلسة، واعتقد انه ممكن يرتفع اكثر. الهلال المتحد البحريني كذلك بارتفاعات جدا جيدة وراح يرتفع اكثر، كذلك بنك وربة اللي بارتفاع مشاهدينا الكرام ميزان على استقرار متكاملة، تراجعت لمدة جلستين، الجلسة الماضية وجلسة واللي قبلها يعني يومين، اليوم الجلسه الثالثه، هل يرتد في نهايه هذه الجلسه باقفال المزاد ولا لا؟ راح يبين معانا مشاهدينا الكرام، لكن راح يقلص الخسائر من فلسين الى فلس في هذه اللحظات، لكن ممكن يكون هناك دخول متكامله، يعني كاغلب الشركات يومين والثالث قاعد تصعد، لذلك هذا الامر جدا ايجابي. دشينا المزاد ونشوف ايش راح يصير، عندي اليوم التجاري وضعيته جدا ايجابيه، عندي الاهلي الكويتي كذلك الذي لم يعلن نتائج الماليه وهو الوحيد تقريبا في الشركات اللي معلن نتائج الماليه المتحد في المنطقه الخضراء الكويتيه، والاستثمارات الوطنيه بصعود جدا ايجابي، الاستثمارات الوطنيه حاليا تطلب 10050 والعرض 10000، لكن وضعيه الاستثمارات الوطنيه جدا ممتاز في هذه الجلسه، والتداولات اليوم مليون تقريبا مليونين
كذلك ألاحظ مشاهدينا الكرام ارتفاع لبيت الأوراق المالية وارتفاع للكميفك اليوم ب 86.9 في هذه اللحظات الأولى، كذلك بتداول 11 مليون و570. ها هو الفرق، راح نتكلم عن الأولى. الوطني بارتفاع بأربع فلوس، الوطني بارتفاع، الخليج على تراجع فلسين، المتحد بارتفاع، برقان بتراجع، بيتك فلسين صعودا، الخصوصية فلس وعشري الفلس ارتفاعا، استثمارات وطنية بارتفاع، البيت بارتفاع، وكذلك أصول وكيفك كذلك بارتفاع طيب بأربع فلوس فاصلة تسعة، المدينة على تراجع، آسيا بارتفاع، الامتياز بارتفاع، عقارات الكويت بتراجع، المتحدة باستقرار، الوطنية العقارية بتراجع. بعد الوطنية العقارية عندي أنا شوف وطنية صفقات كثيرة، أجيال ترتد ارتداد جدا طيب، عربية عقارية بتراجع، الإنماء فلس ونص صعود، الإنماء تستمر في الصعود الإيجابي، الإنماء دخول قوي جدا على الإنماء العقاري، المباني 15 فلس صعودا، التجارية فلس وأربعة أعشار فلس يعني قلت المكاسب بصورة واضحة، مينا بيرتفع فلس واحد، تراجع للمدن، تراجع للصناعات الوطنية، السيكو على استقرار، الهلال بارتفاع، القرين باستقرار، صربوك فلسين وعشر الفلس بعد كان تقريبا أربع فلوس صعودا، التنظيف في أربع خمس فلوس تقريبا صعودا، التخصيص كذلك بارتفاع، بترو قلب بفلس وعشر الفلس، ولاحظ دخول قوي جدا على بترو قلب، منتزهات كذلك الأهلي المتحدة البحريني في منطقة الخضراء، بن قربة على استقرار، كميفك الشراء القوي جدا على كميفك في هذه الجلسة 86.5 تقريبا، تداول كميفك مليون وشوي، لا مو كيفك اتكلم، كيفك اللي تداول افضل اليوم وبالمنطقه خضراء جدا ايجابيه، وانخفاض في الكميه واضح من مشاهدي الكرام، دش المزاد في اقفال المزاد، ولكن السهم اقفل على 54.2. الانماء العقاريه فلس ونصف الفلس دخول، ايفا على تراجع فلس وعشر الفلس لايفا، تراجع واضح لايفا، عربيه عقاريه بتراجع، اسيكو باستقرار، حصيله مكاسب جدا ايجابيه مشاهدي الكرام، قاعد نشوف هذا الشراء اللي بعد المزاد فلس ونص، المكاسب هي 17 نقطه ونصف النقطه للسوق العام، 5802.9 نقطه بكميه تداول 158 مليون و200، بصفقات 5628 وبقيم 16 مليون و800، نصيب السوق الرئيسي من هذه السيوله 8 مليون و100، يعني زاد تقريبا حوالي فرق بين السوق الاول والسوق الرئيسي حوالي 600 ألف فقط لا غير، السوق الرئيسي قلت المكاسب بسبب انخفاض كثير من الشركات، ولاحظنا وكذلك بعض الشركات اللي فقدت بعض المكاسب، يرتفع في نهايه هذه الجلسه 18 النقطه 4755 نقطه ونصف النقطه، وكذلك الاحظ بالنسبه للسوق الاول اللي ارتفع في نهايه هذه الجلسه وزاد المكاسب ب 25 نقطه 19 نقطه بكميه تداول 20 مليون و200 وبقيم 8 مليون و700، واللي قاعد نشوفه مشاهدي الكرام حاليا بترو قلب على شراء، الصربوق في شراء، المتكامله كذلك في شراء على نفس اقفالها، يعني قاعد نشوف وضعيه ايجابيه لكثير من التنظيف، كذلك بيدفع 4.5 فلوس، والتنظيف من ضمن الشركات الايجابيه امانه، يعني التنظيف من ضمن الشركات اللي توزع كل سنه عقود كبيره جدا، ميزانيه نظيفه جدا، يعني لذلك مشاهدي الكرام في بعض الشركات مظلومه في السوق، في بعض الشركات مظلومه في السوق، افضل من شركات يمكن دوبلت مرتين وثلاثه، لكن التنظيف شركه جدا ايجابيه من خلال الميزانيه النظيفه لهذه الشركه، كذلك اكثر من شركات في عندهم ميزانيات جدا نظيفه مشاهدي الكرام، ولكن السوق ما ساعد لعدم دخول مضاربين على هذه الاسهم، الحصيله هي مكاسب ايجابيه، لكن يعيب هذه الجلسه هو انخفاض السيوله بصوره واضحه جدا، لكن ممكن السيوله تعود للواجهه مره ثانيه، ممكن نشوف يعني دخول قوي جدا لكثير من الشركات القياديه خلال جلسه الغد ان شاء الله، لكن نذهب مباشره في هذه اللحظات وعلى عجاله نحلل بعض الاسهم في السوق الرئيسي تقريبا، نلقي الضوء على السوق الاول على عجاله، ولكن السوق الرئيسي عندي انا بعض الشركات اليوم تستحق الحديث وتستحق الواحد يتكلم عنها لان فيها دخول قوي جدا، الاحظ اليوم الوطني ارتفاع جدا طيب في نهايه الجلسه، وكذلك الدولي وكذلك بيتك، هذا افضل وابرز الشركات، تداول الاهلي المتحد البحريني كذلك ب 4 مليون و300، يعني شوف الشراء ما زال موجود مشاهدينا الكرام على بعض الشركات، المدن، وطنيه عقاريه، اسيكو، اكتتاب، يعني هذه الشركات اللي تراجعت في اقفال المزاد اليوم عليها شراء واضح في نهايتها، التنظيف كذلك نلاحظ مشاهدينا الكرام التنظيف خلينا نشوفه 61 يعرض 64.9 يعرض كان شوف كان مطلوب، نشوف كذلك اليوم الشركات القطاع المصرفي اليوم اللي موجود في السوق الرئيسي جميعها في المنطقه الخضراء تداولات جدا ايجابيه على الاستثمارات الوطنيه، تداولات جدا ممتازه على الاولى للاستثمار، الاولى للاستثمار والوطنيه، خلينا نشوف ارزان على تراجع، لا اليوم قلنا شركات البورصه هل تفاعلت مع نهايه الاكتتاب اللي راح يكون هذا الاسبوع، هو نهايه اكتتاب البورصه وكذلك الزور شمال الزور بالنسبه للاكتتاب العام مع نهايه هذا الشهر، قلنا ممكن يتفاعل هذه الشركات لان تملك في شركه البورصه الاولى وكذلك استثمارات الوطنيه وارزان، لكن ارزان متراجعه، لكن اليوم الابرز اليوم قاعد اشوف انا عيان طبعا اقفلت على استقرار واضح، عندي انا كيفك النشاط الواضح لان الصعود الصربوخ وصعود مينا العقاريه كله ياثر تاثير ايجابي على كيفك، لذلك من هناك بيعات راح تكون لصالح كيفك سواء بيع او بربح او خساره، لكن راح يكون عندك
الكاش، واعتقد انها هي عادة جدولة للاصول. كذلك نشوف الوطنية العقارية تكلم عنها من الصبح يوم المنطقة الخضراء، ولكن بكميات اقل لين الحين ما طلعت فيها كميات، ونكاب ترتد بعد تراجعات. عندي تراجع لمدار، عندي الديرة، السلام، اكتتاب، صكوك، وكذلك المدينة، رغم ان الكل يعني يراهن هذا الاسبوع ان يكون مجموعة المدينة يكون لها دور كبير جدا ونشاط واضح مع عودة جياد للتداول. الامتياز كذلك 128 بداول جدا جيد. وكذلك نلاحظ مشاهدينا الكرام الانماء العقاريه لا نستطيع التعليق لان فعلا الشركه يعني جدا ايجابيه، المستثمرون اليوم على تراجع، ولكن التجاريه العقاريه اليوم 10 مليون 900 بنشاط واضح، وقفلت على 94.4 رغم انها كانت 95 تقريبا، ونشاط واضح لهذه الشركه. الشركه الابرز كذلك اليوم قاعد نتكلم عن منازل 41 فلس، الاسبوع اللي طاف كان 32-31 فلس ما حد يبيها، اليوم 41 مليونين و200. هل طرا شيء على لان اغلب استثماراتها في مصر، هل طرا شيء على الاستثمار للشركه اللي تملكها بالكامل تقريبا منازل في مصر؟ هذا الامر مهم جدا. هل مع ارتفاع الجنيه المصري له دور كبير جدا في تحرك منازل بهذه الصوره بعد ان تراجعت منازل بصوره كبيره جدا وحقق خسائر بسبب تعويم الجنيه في فتره سابقه من العامين الماضيين؟ ميناء اليوم بارتداد جدا طيب وصعود واضح ب 4,542,000. ولاحظنا كذلك بورتلاند في المنطقه الخضراء مثل ما قلنا قبل شوي في نشاط واضح على التنظيف، ولكن كميه اقل لان السهم تقريبا مملوك بالكامل. عربي قابضه يجني ارباح اليوم بعد صعود قوي جدا، مليونين تقريبا تداوله. بترو في الحديث السوق اليوم 23,700,000 بنشاط واضح لبترو جلف. مشاهدينا الكرام يعني في بياع، البياع قوي جدا. هل هو البياع هو نفس التخارج الفتره الماضيه؟ لكن الشراي اليوم قاعد له في شراء وجدا ممتاز. لاحظنا كذلك الجزيره اليوم بارتفاع جدا طيب، منتزهات كذلك لم تتحرك الفتره الماضيه اليوم تتحرك بصوره ايجابيه. لاحظنا كذلك الخصوصيه اليوم ارتفاع 76 مداول تقريبا نص مليون. هذه الشركات لم تتحرك في السابق، لكن هذه بدايه التحرك لهذه الشركات، بدايه واضحه مشاهدينا الكرام، ونشاط واضح ومتوقع ان يكون ايجابي لهذه الشركات اللي تبدت بالتحرك اللي الحالي. لكن يتوقع كذلك الشركات اللي ما تحركت الفتره الماضيه راح تتحرك ان شاء الله، وراح نشوف وضعيه جدا ايجابيه خاصه للشركات اللي ما تحركت، وراح نشوف مره ثانيه عوده ايجابيه للشركات القياديه وخاصه القطاع المصرفي خلال المرحله القادمه، هل نهايه الشهر او مع بدايه الشهر القادم وهو اخر شهر من هذا العام، حيث تقاس الميزانيات باقفالات وكذلك بمخصصات وغيره من هذه الامور، تقاس بقياس يعني جدا ايجابي للميزانيه ان شاء الله. نتمنى التوفيق لجميع المتداولين في جلسه الغد ان شاء الله، وكل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد، يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام تابعنا معكم ختام تداولات هذه الجلسة وبداية هذا الأسبوع الإيجابية على مستوى المؤشرات، لكن السيولة يعني تعيب هذه الجلسة، يعني تفوقنا 10 ملايين عن مستوياتنا في الأسبوع الماضي. خلونا ناخذ رأي ضيفنا في داخل الاستديو وفي هذه الفقرة، مدير عام معهد الرصاد الاقتصادي والمالي الأستاذ فهد الصقر. حياك الله أستاذ فهد، يا أهلا مرحبا فيك. بداية الأسبوع خضراء رغم ايضا تراجعات السيوله اللي كنا قد اعتدنا عليها في الجلسات الماضيه. رحب فيك ورحب باخواننا المشاهدين. اكيد يمكن لاحظنا يمكن الاسبوع الماضي السيوله فعليا بداناها بسيوله عاليه وبدانا نتدرج تنازلي، ولكن المؤشرات ثبتت على يعني لون الاخضر تقريبا معظم جلسات الاسبوع. نزول السيوله بهالنسبه كبيره مره واحده لا تعطي دلالات زينه، يعني دائما نقول محرك السوق هي الكميات. يعني الكميه والقيمه طبعا هي الاساس المحرك السوق. فاليوم الانخفاض اعتقد يعطي دلاله لا نزال ان من يمسك خاصه شركات في السوق الاول، لاحظنا حتى يوم الخميس ان تقريبا تساوت قيمه السوق الاول مع السوق الرئيسي، وهذه اشاره يعني بدا ان في هناك في تحرك في السوق الرئيسي. كذلك حتى عدد الشركات اللي تم تداولها يوم الخميس في السوق الاول وصلت الى 130 شركه، وهذا لم نعهده خلال الاسابيع الماضيه، كنا نتداول فقط حوالي عند 115 عند السوق الرئيسي. لا السوق بشكل عام، بشكل عام زين، السوق الاول والرئيسي وصلنا الى 130 شركه، وهذا يعطي دلاله ان في حركه ايجابيه بالسوق الرئيسي وخاصه على الشركات الصغيره. ولكن لا نزال احنا في وضع ان يعني اعتقد يعني التحفظ بالشراء والتحفظ في البيع من خلال السوق الاول، لان اعتقد هناك في استحقاقات قادمه من بدايه السنه ممكن تشوف السوق يتحرك بشكل ايجابي وخاصه بالسوق الاول، وهذا اكيد حياخذ معاه شركات صغيره بالعمليات المضاربيه اليوميه. يمكن وصلنا اكثر من 4-5 اسابيع نشوف السيوله تتذبذب، يعني نشوفها مره توصل عند 30-40 مليون وشفناها تنزل الى اقل من 20 مليون. هذه التذبذبات يعطينا ان لا نزال احنا في
اتجاه يعني اكبر ما له افقي باتجاه صاعد قليلا، ولكن لا نزال القوه الدافعه الكبيره اعتقد حتبدا نهايه السنه هذه بدايه السنه القادمه. ممتاز. اليوم 24 نقطه حتى نهايه الجلسه للمؤشر الاول، فنيا كيف تقرا هذه الارتفاعات او هذه النقاط اللي يحصدها المؤشر الاول؟ المؤشر الاول ممتاز لحتى الان صعود، وخاصه احنا بدينا ننتهي من شهر نوفمبر وصعودنا فوق 6000 نقطة، هذا يعطي دلالة إيجابية أو اختراق إن صح التعبير. أعتقد يعني التخوف من التراجعات حتكون إن رجعنا مرة ثانية تحت 6000 حتكون رجوع مؤقت، لن نرجع كبير، ولكن بعد أعتقد على نهاية مثل ما ذكرت قبل قليل نهاية هذه السنة بداية السنة القادمة أعتقد استحقاقاتنا هنبتعد عن 6000 نقطة بشكل كبير جدا. الحين وقت التوزيعات الأرباح أعتقد حتبدي من شهر 3 إلى شهر 6 حتبدي هني فعليا جني الأرباح الحقيقي لمعظم الشركات القيادية. ممتاز. البنك الخليجي أستاذ فهد، من ارتفاع اليوم في الجلسة إلى تراجع في اللحظات الأخيرة، أعتقد لا يزال نفس الفكرة، يعني هي نصبه في السوق الأول، يعني إن كان البنك الخليج أو معظم البنوك حنشوفها فيها نوع من الاستغرار وعليها ضغط، أن محاولة يعني تثبيت الأسعار عند قيم معينة أو تذبذباتها تكون محصورة قبل أنا أسميها انطلاقة أو حركة يعني تكون أفضل من ما هي عليه الآن من نهاية السنة بداية السنة القادمة، وهذا أعتقد هي نوع من التهدئة على السوق الأول حتى ونشوف أن في قوة شرائية، يعني في هناك من يرغب بالشراء حاليا لأنه يبي يأخذ مواقع استثمارية خاصة في السوق الأول، لأنه يعرف أن هناك في استحقاقات قادمة خاصة بعد ما شاف البيانات الربع الأول والثاني والثالث، فيها بيانات فيها نسبة نمو عالية، الموجودات المتداولة عالية جدا عنده، الديون عندهم بدأت تقل، احتمال توزيعات الأرباح تكون لها دور كبير بالإعلان إن كانت أعلى من السنة الماضية، هذا كله حيعطي دلالة أن في حركة على السوق الأول من بداية السنة. طبعا نضيف على هذا أن السيولة الأجنبية القادمة هذا كله أكيد حيدعم السوق الأول بشكل خاص. ممتاز. مباني اليوم ارتفاعات قياسية. نعم، مباني من الشركات طبعا يعني ذات الأداء التشغيلي العالي جدا، وأعتقد لا نزال شاهدناها خلال هذه السنة تتحرك يعني إيجابي بالكميات متفاوتة بين الآن والآخر، ولكن أعتقد لا يزال سعرها هي أقل من قيمة العادلة السوقية، فرص استثمارية طويلة الأجل، توزيعات أرباحها ممتازة، أعتقد يعني هي لا تزال هي فرصة أحد الفرص الاستثمارية متوسطة إلى طويلة الأجل. حلو. أستاذ فهد، الامتياز اليوم بصورة جيدة يعني، لكن نغاب شوي عن التفاعل في الجلسات الماضية، حضور اليوم وأيضا في تداول اليوم كيف تقرأ؟ العملية مضاربية أكثر منها يعني استثمارية، يعني مباني عملية استثمارية متوسطة لطويلة، أعتقد الامتياز وبعض الشركات نشوفها عليها حركة مضاربية أكثر، لأن نشوف حتى تفاعل بالتواصل الاجتماعي على موضوعها في أمور كثيرة تدعم الحركة التداولات اليومية، فأعتقد هي عملية مضاربية أكثر منها كأداء مالي وتأثير أداء المالي عليها. على ذكر الأسهم المضاربية وكذلك الاستثمارية، الأولى الاستثمار مستوياتها الحالية كيف تنظر لها؟ الأولى طبعا كقيمة سوقية هي أقل من قيمها العادلة بكثير، يعني نتكلم على قيمتها الدفترية أعلى من 100 فلس، عندها استحقاقات عالية، نتكلم على أخذت يعني حصة من إدارة البورصة 14% مع زميلاتها شركة أرزان واستثمارات الوطنية مع بورصة أثينا، فهذا كلها يعني يعطي دلالة مستقبلية ليستثمر فيه الآن بهالقيم، أعتقد عنده نظرة مستقبلية قادمة. كذلك احنا نتكلم على انتهاء الاكتتاب من شركة البورصة على 1 ديسمبر، هذا كله يعطي دلالة أنها تكتمل إدارة شركة البورصة بشكل عام أو على الأقل طرح البورصة بشكل عام، فأعتقد ممكن نشوف الحركة عليها أفضل، ولهذا ناسبها أسلوب الاستثمار أكثر من المضاربة. أنا أعتقد هي قيمتها استثمارية أكثر من عملية مضاربية، كذلك يوجد سيولة عليها في كميات سائلة بالسوق، نقدر نضارب عليها قيم صغيرة، ولكن فعليا من يستثمر فيها طويل الأجل أعتقد يمكن يأخذ محصول أفضل خلال السنة أو سنتين قادمتين. دخول كبير اليوم والمضاربة على التجارية العقارية. التجارية العقارية أنا أعتقد هي قفزة، يعني لا أعلم ما هي أسبابها، ولكن التجارية العادة هي دائما هادية في الحركة، إن كانت هناك في سيولة عليها متحركة احتمال تكون هناك في مبادلات، احتمال تكون مضاربات، وأعتقد أستبعد عن المضاربات على التجارية العقارية في هذه المرحلة إلا نشوفها عدة أيام وعدة أسابيع عليها حركة، وممكن نقول هناك في
تم تحريك سيولة سائلة في السوق. ممتاز. هناك في شركات يعني دائما تنشط في مكونات مؤشر رئيسي مثل عربية عقارية نشطت في فترة ماضية والآن أيضا هي نشطة، لكن كيف تقرأ سلوك بعض هذه الشركات اللي تنشط على استمرار أو حتى في مثل هذا الربع الأخير هي نشطة بشكل عام، سواء كان التراجع بالارتفاع أو حتى بجني الأرباح؟ نعم، شهدنا في الآونة الأخيرة رجوع بعض المضاربين في السوق، يعني لا يجب أن ننتبه لهذا الموضوع. هذه المضاربين يحبون الحركة، لما نقول مضاربين رئيسيين في السوق يحبون العملية الانتقائية وانتقال من أسهم لأسهم من بين الآخر، خاصة الأسهم اللي فيها يعني في أسهم سائلة بالسوق بشكل كبير جدا وممكن يتحرك فيها، فنشوفه يتنقل من شركة إلى شركة يعني بين الآن والآخر، ومركز على مجموعة من الشركات، وساعات يعني يضيف لشركة جديدة بعد ما يكون في هناك في اتفاق مع الناس اللي عندها تملك كميات كبيرة في هذا الأسهم. فالحركة هذه الموجودة أعتقد لن تدوم، لأن العدد المضاربين الموجودين حين النشطين أقل بقليل من ما يعني يفترض أن يكون بالسوق لنشط أن مجموعة السوق الرئيسي بشكل عام. ولأي مدى تجري هذه القراءة على سهم السفن؟ السفن أعتقد من أسهم التشغيلية، يعني لا نزال هم قيمة العادلة، يرجع مثل المباني يعني أسهم قيمة عادلة منخفضة، لا تزال يعني في أداء مالي ممكن يكون لا تأثير في الحركة المستقبلية، فحصنفها من الأسهم يعني الاستثمارية متوصلة طويلة الأجل، من يستثمر فيه الآن ممكن يجني أرباحه خلال الربع الأول والثاني من سنة 2006. شكرا لك على هذه الإجازات القيمة مدير عام معهد دراسات اقتصادية والمالية الأستاذ فهد الصقر، يعطيك العافية. ويعطيكم العافية مشاهدينا الكرام، وشكرا لكم على المتابعة اليوم وكل يوم في برنامج المؤشر، ونلتقي بكم إن شاء الله في يوم الغد وتداولات يوم جديد إيجابي بإذن الله. دمتم بكل خير وإلى اللقاء. يسجلها الدهر، احنا الاول واحنا الحين وباكر، احنا الكويت، احنا الكويت. تعلن وزارة الدفاع رئاسة الأركان العامة للجيش هيئة الإدارة والقوى البشرية عن فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بالجيش الكويتي القوة الجوية للعمل على طائرات القوة الجوية كفنيين في دورة ضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم بعد الثانوية والشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وسوف يتم ابتعاثهم خارج البلاد للحصول على الدورات الفنية المطلوبة، وذلك بعد حصولهم على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة. وعلى الراغبين بالتطوع مراجعة هيئة الإدارة والقوى البشرية مديرية التجنيد والتعبئة العامة فرح تجنيد المتطوعين أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من 24 من نوفمبر حتى تاريخ 19 من ديسمبر 2019. أولاً الشروط العامة: أن يكون المتطوع كويتي الجنسية، أن يكون المتطوع قد أتم من العمر 18 عاماً ولم يتجاوز 26 عاماً، أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية، أن لا يقل طول قامته عن 155 سنتيمتر، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة لدى أي جهة حكومية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، أن يحضر الموظف استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائياً. ثانياً المستندات المطلوبة: الجنسية الكويتية الأصل 3 صور عنها، البطاقة المدنية الأصل 5 صور عنها،
شهادة الميلاد الأصل، ثلاث صور عنها، آخر شهادة دراسية حصل عليها ومصدقة من وزارة التربية، ثلاث صور عنها، كتاب من ديوان الخدمة المدنية لمن أكمل سن 18 عاما، شهادة لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة لمن يهمه الأمر من الهيكلة والقوى العاملة، صورة عن جنسية الوالد زائد صورة عن جنسية الوالدة. إذا كان الوالد متوفي احضار شهادة الوفاة. عدد 8 صور شخصية مقاس 4x6 بالزي الوطني غير جانبية وليست فورية وبدون لحية. المتزوج احضار عقد الزواج الأصلي صورة عنه وصورة عن جنسية الزوجة. عند تقديم المستندات يجب مراعاة أن تكون صالحة وسارية المفعول وعلى ورقة عادية. إذن توظيف من هيئة الخدمة الوطنية لمن أتم 18 عاما. ثالثاً، بيانات الدورة. مدة الدورة 6 أشهر تعقد لدى القوة الجوية. يمنح المتطوع رتبة عسكرية بعد التخرج حسب مؤهله الدراسي. يمنح المتطوع مكافأة مالية أثناء الدورة.